العربية الأصيلة تكافؤ من 0 إلى 90 المسافة 1600 متر مسافة الميل. إذن الانطلاقة قوية نشاهدها ومنظمة للغاية. نشوف الصدارة والمركز الأول الآن مع الجواد رقم 15، يشاهد الرقروق في الصدارة. شعلان في المركز الثاني في تقدم جيد، شعلان لأسادة مربط الغزالي، بينما المركز الثالث والتقدم يأتينا لشاويش لأحمد حسن الجهني في وضع جيد على المركز الثاني حاليا، بينما المركز الرابع لمكابد لأسادة مربط الهدفة على ناحية السياج، يتبعه ربشة في تقدم جيد لأسادة الشق بريسنج. المركز الخامس من الجهة الخارجية أشاهد الاندفاع الآن من قبل الشعار الرصاصي مع بادي الشام في تقدم جيد بادي الشام. المركز السادس الجواد لدينا كينج البحر في تقدم جيد، بينما رقم 13 في محاولة جيدة توب جن الآن لأسادة مربط رميلة. أيضا الاندفاع يأتي لكينج البحر من الجهة الخارجية في تقدم جيد، وشاويش أيضا لا يزال متصدرا لهذا المشهد ومتصدرا للسباق. كينج البحر يحاول بكل قوة، شعلان يخطف الصدارة لأسادة مربط الغزالي، ولكن كينج البحر بكل أريحية الآن من الجهة الخارجية، الخط المستقيم الآن باتجاه خط نهاية. كينج البحر يندفع بكل قوة، شعلان على المركز الأول وعلى الصدارة، شعلان لأسادة مربط الغزالي، لكن كينج البحر قادم وودنا الريسنج من الجهة الخارجية، وأيضا القادم ربشة مع فالح بغنيم، ولكن الصدارة مع شعلان. ربشة يغير إلى المركز الأول، ربشة مكابد من الجهة الخارجية، مكابد على الصدارة، ولكن ربشة إلى المركز